شو صاير؟ حدا مات؟ اقعد. شوفي ليش عم تطلعوا علي هيك؟ عامل شو مو عرفان؟ ما عملت شي. أنا بعدت اليوم أمك وفروة على بيت للبنت. بيت مين؟ بيت مهك؟ ليش؟ بابا حب يعمل لك ياها مفاجأة. بعتنا نطلب البنت. عن جد؟ أبي يعمل هيك؟ معقول كذب عليك؟ أبي بده إياك تكون مبسوط، لهيك بعتنا. مع إنه مستوى هدول الناس مو أعلى من مستوى البستانية اللي بيشتغل عنا، بس أبي بعتنا لهنيك كرمال سعادتك أنت وحياتك، وحط كل مبادئه عجنب وتخلى عنا. شكراً بابا، عن جد شكراً كتير. أنا ما في داعي إنك تنبسط كتير. ليش؟ لأنه حضراتهم قلعونا من بيتهم بعد ما هانونا وزلونا. شو؟